الله نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حواري خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصله ضيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف سحراني ليل ونهار قايد في قلب النار دي حبيبتي بالدنيا ما اقدرش اغيب عنها وازاي اعدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها وازاي اعدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها ازاي اعدي يوم ازاي اعدي يوم ازاي اعدي يوم عليها والحلوة يابا مغلباني ورموشها يابا مدوباني الرمش سلم سلام جرحني معرفش ابكني ولا رماني الحلوة يابا مغلباني مغلباني ورموشها يابا مدوباني مدوباني الحلوة يابا مغلباني مغلباني ورموشها يابا مدوباني مدوباني وانا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم عليك لو عدى يوم عليك انا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم عليك من غير ما يشوف عينيها عينيها ازاي عدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها ازاي عدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها مقدرش اسيبها ولو ثواني النظرة منها شكل تاني عاشق هواها وغصب عني الشوق غلبني والشوق اناني مقدرش اسيبها ولو ثواني ولو ثواني النظرة منها شكل تاني شكل تاني مقدرش اسيبها ولو ثواني ولو ثواني دي النظرة منها شكل تاني شكل تاني وانا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم علي لو عدى يوم علي انا قلبي يعمل ايه لو عدى يوم علي من غير ما يشوف عينيها عينيها ازاي عدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها ازاي عدي يوم عليها من غير ما عيني تشوف عينيها ازاي عدي يوم ازاي عدي يوم ازاي عدي يوم عليها اهلا 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 منورين منورين وكل سنة وانتوا طيبين قبل ما اقدم ضيوفي واتكلم هقلع الكمامة عشان عايز اقول بس كلمتين النهاردة مولد النبي كل سنة وكل العالم بخير وسلام ومحبة وأمان عايز أقول حاجة أنا شخص مسلم مؤمن برسولي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام بقرأ في ديني وبقرأ في الديانات الأخرى عشان أول كلمة نزلت على رسولي اقرأ وعايز أعتذر لرسولي على اللي احنا وصلنا له نبينا محمد نزلت عليه الرسالة بالقرآن الكريم كلام ربنا والمسلمين بيتعلموا القرآن ويلتزموا بيه
وبيمشوا على سنة وتعاليم النبي محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بما أن أنا شخص مسلم، في ناس بتبقى ساعات مش عارفة أنا ديانتي إيه، أنا مسلم. بما أن أنا شخص مسلم، فعايز أعتذر للرسول على اللي إحنا وصلنا له. إحنا لا عارفين السنة ولا بنطبقها. إحنا في بعضنا بيقرأ القرآن وحافظه بس مش فاهمه كتير. أنا هقول كلام ممكن يزعل الناس وممكن يخلي ناس تلعني وتسبني، بس أنا واخد على كده، واخد على كده رغم إن اللي بيسبوني وبيلعنوني من نفس الديانة بتاعتي. الدين اللي أنا فاهمه والسنة اللي أنا فاهمها هي التعامل، هي الابتسامة، هي الأخلاق، هي أن أنا أكون عندي سلام داخلي وخارجي، هي أن أنا ما أكونش شخص عنصري، ما أحكمش على حد بديانته إيه. اتعلمت ده من رسولي، تزوج من ماريا القبطية المصرية لما لقى الجنازة ماشية واترحم على الشخص، قالوا له ده يهودي، اترحم عليه برضه رغم ان هذا اليهودي كان بيرمي الزبالة عند بيته. ده اللي انا اتعلمته من رسولي، احترم الديانات، احترم نفسي، احترم الابيض والاسود والاسمر والاصفر، احترم كل الناس. ديني علمني ده، ما كنش شخص عنصري، ما احكمش على حد بلبسه. ديني علمني برضو ده، اغض البصر، لابسه لبس عريان اغض البصر، لابسه لبس مش عاجبني اغض البصر، لابس لبس مش عاجبني اغض البصر، ماليش دعوه بحد، ليا دعوه بذاتي وبنفسي فقط. احترم الناس. انا الكلام ده مش شايفه بيحصل في الحقيقه. بيصعب عليا قوي لما بره في الغرب يخافوا مننا، بيخافوا مننا، بيخافوا مننا. مش هقول الاسباب، كل الناس عارفه الاسباب، وفي ناس عارفه الاسباب بس بتستعبط ومش عايزه تعترف بيها. وبعضنا ملتزم بيه بطريقه فيك، يعني منظر مش من هنا. احنا ديننا ما قالناش نشتم، احنا ديننا ما قالناش نحكم على حد، احنا ديننا ما اديناش الحق ان يبقى معانا مفاتيح الجنه. ما ماليش دعوه، حتى لو اللي قدامي اخطا انا ماليش دعوه بيه. في يوم حساب على فكره، في قيامه هتقوم والارواح هترجع في الاجساد اللي بعد ما بقت تراب، وهتطلع فوق عند ربنا عند عرش الرحمن الرحيم، وهو اللي هيحاسبنا. ديني ما قاليش ان انا احاسب حد ولا احكم على حد. ديني قال لي ان انا دايما افترض حسن النيه في الناس، اخواتي في البشريه، ما بقول الناس، اخواتي في البشريه، كلنا اولاد حواء وادم. ده اللي انا اتعلمته وده اللي انا بطبقه وماشي عليه، ان انا ابقى طبيعي، بتعامل طبيعي، انا مش ملاك، انا ليا اخطائي، بسجد وبصلي واستغفر لربي مش للبشر. لان انت مش هتشيل من عليا ذنوب، لكن ربنا اللي هيشيل من عليا ذنوب. حضرتك يا فلان ولا يا علان ولا يا اللي فاكر ان انت معاك مفاتيح الجنه ولا فاكر ان انت عشان حافظ القران وحافظ الاحاديث يبقى انت هتشيل من عليا ذنوبي، لا حبيبي انت مش هتشيل من عليا ذنوبي. رب العالمين هو اللي هيشيل من عليا ذنوبي مش حضرتك. في بقى ناس هتقولك ايه، طب بس احنا لازم ننصح ولازم لما نشوف الخطأ نقول انصح بالحسنى، لما تشوف الخطأ ابتسم وقوله وامشي، مش تشتم وتلعن وتسب وتكفر. بعتذر مرة تانية لرسولي على اللي احنا وصلنا فيه، بعتذر مرة تانية لرسولي ان احنا في شعوب اخرى كتير بيتعاملوا مع بعض وهم مش مسلمين بمبادئ الإسلام، هم ما قروش أصلا الإسلام، عشان في فطرتنا ربنا خلقنا عندنا حسن نية ومحترمين، ما خلقناش نعمل اللي احنا بنعمله في بعض. آسف إن أنا طولت، وأنا عمري ما بتكلم في الدين ولا في السياسة، بس أنا بتكلم فيه ده مش دين، ده
يعني امر طبيعي ان انا اتكلم فيه من كتر ما الواحد بقى يشوف، من كتر ما الواحد بقى يسمع. يا اخي مالكش دعوه بحد، يا اختي مالكيش دعوه بحد، خليكي في نفسك وخليك في نفسك. واقروا الدين، اول كلمه نزلت اقرا، مش شوف واسمع، اقرا، هات كتب واقرا. مش تقرا القران بس، الناس بتقرا القران مش فاهماه، حتى الاطفال الصغيره اللي حافظه القران يقولك حافظت القران، حلو وجميل وعلى راسي، فاهمه، فاهم اياته. طيب نرجع مرجعنا، احنا برنامجنا برنامج ترفيهي بس ساعات يعني بنقول حاجات بجد علشان بيبقى الظروف بتحكم بينا على كده. طيب خلينا بقى النهارده نرحب بمنى مينو منى طرابيشي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحته الفوشيا حلوه، اعملي كده فكرتيني بصباح الشحروره في ساعات ساعات. تحب اغنيها؟ لا منوره. عامله لنا اكل ايه النهارده؟ عاملين النهارده جلانتين اللحم. مين؟ جلانتين اللحم بالسجق. إيه جلانتين؟ اسمها جلانتين اللحم بالسجق. ده اللي بيتباع في الكانتين. بيتباع في الكانتين؟ لا انا بقفي معاك في مطبخي. مطبخك. اوكي. وعاملين طاجن لسان عصفور بالبصل القوربة. وعاملين كنافه بالمانجا. منوره. الله يعني. اهلا بيك. اهلا بيك. بعد ما نخلص مع منى مينو هنروح الكلينيك العياده الاستاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. بعد كده عندنا الفقره اللي بنحاول نقول لكم فيها تاخدوا مكملات غذائيه علشان صحتكم تبقى احسن، فقره كولوسيز معانا فيها دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والباطنيه والمستشار الطبي لشركه AMD للادويه وفقره كولوسيز. بعد كده نختم وفاشن شو، والنهارده هنشوف عبايات هتعجبكم قوي مع مصممه الازياء استاذه رشا عبد الوهاب. اهلا وسهلا. منورانا. منورك يا شريف. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب ربنا يخليك. هنشوف ايه النهارده؟ هتشوف كولكشن عبايات بمناسبه مولد النبي بقى. كل سنه وانت طيب. بمناسبه مولد النبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. مادام في فاشن شو يبقى اكيد ايره واخواتها بنات الشارع الحلوين منورين. اهلا. فادي فين حلاوه المولد؟ وزعها عليهم. فين؟ هتجيبها؟ فيش. عندنا كمان النهارده مزازيكي مع مؤمن خليل. اهلا. الشياكه دي مولد بقى. انت اللي جميل حبيبي. نشيد يوم الثلاث. يلا بينا نشيد يوم الثلاث. بعد كده فاصل، بعد فاصل نرجع لكم في الريستوران مع منى مينو. خليكم معانا لو سمحتوا. يلا تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. تحت الشباك لمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع. إذا عدت قصاد البيت، إذا عدت قصاد البيت أبوس رجليك تبص لفوق وتطفي الشوق. أمان عليك بص واتكلم والنبي يا جدع. يا سلام سلم على حبك يا جدع. يا شعرك يا عزيزة ده شعرك سند الجمال. يا شعرك يا عزيزة ده شعرك سند الجمال. يا عيونك يا عزيزة عيونك ده عيون غزلان. يا عيونك يا عزيزة عيونك ده عيون غزلان. الحلو في البرندة شاور لي وبص لي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي. الحلو في البرندة شاور لي وبص لي
الحلو في الفرندة شاور لي وبص لي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي الحلو في الفرندة شاور لي شاور لي وبص لي هي بتاع التفاح لون تفاحك راح شدوا الست الكل يا بتاع الياسمين مين ينده لك مين واحنا معانا الكل يا بتاع الرمان رمانك غلبان بص علينا وطل دي حرية يا ولد قولوا ليا يا ولد وعنيا يا ولد اه يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد يا ولد يا ولد ارحمني يا ولد والنبي يا ولد يا 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 ولد. اوبا اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار اي حاجه يحب يشارك بيها معانا خشوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 14 شريف. كمان ممكن تتواصلوا معايا من خلال الانستغرام شريف مدكور تي في. منامينو النهارده متالقه ولابسه لون حلو عماله تبص لي من تصغر لي. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله. اعملي كده حلو قوي بصراحه يهبل الدشداشه 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 الدشداشه. اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه طيب حبيبتي. طيب النهارده الاكل شكله عاجبني قوي. موسم اه كل سنه واحنا طيبين طبعا. طيب ده ايه؟ ده جلانتين اللحمه. جلانتين اللحمه دي من اكلات استاذتنا قبل فضيله قبل نظيره قبل نظيره. مش حاطه فيها فستق؟ لا هي وصفتها كده بس بيتحط فيها فستق ويتحط عليها من بره الجيلي الحادق. الحاجات الجديده بقى ممكن لا مش جديده ممكن هي بس الفراخ هم اللي بيحطوا فيها الفستق في الغالب. وايه ده؟ ده لسان عصفور بالبصل القوارمة واللحمة بنقول عليها راس العصفور. انت حرقتي؟ اتحرق؟ لا انا شايفه محروق. اوكي دي كنافة بالمانجا. كنافة بالمانجا مقتنعة انت بالكنافة انا يتحط عليها مانجا؟ بتاعتي باكلها حلو بتعجبني. عايزة تبتدي بايه؟ هنبتدي بجلانتين اللحمة. هو اسمه كده؟ يس جلانتين اللحمة يا ولاد يلا بسرعة 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 والله. نص كيلو لحمة مفروم، نص كيلو سجق شرقي، بيضة، معلقتين كبار بقسماط ناعم، حزمة بقدونس، بصلة مبشورة، راس توم مفرومة، ملح، فلفل، بهارات، جوزة الطيب، ومعلقتين سمنة، ومعلقة دبس رمان. وللتزيين خضار سوتيه أو صوص ديمي جلاس. ده موجود يعني. موجود جاهز. طيب ننزل بقى نشتغل يا ولاد. عشان ايه شكلنا كده هنعمل النهارده اكل حلو مع منامين. عايز احط ايه على النار؟ حله ولا طاسه؟ لا انا هستخدم الكبه. كبتي اهي. كبتي وهقلع الخواتم. ايوه يا سلام بقى. وشريف هتعمل لي انت كده عشان راح اشمر لك عشان اعرف اشتغل. ماشي كده ورا ظهري. طب هتحرك ازاي؟ ماشي هو ده الموديل الجديد. طيب اتحركي كده ايه رايك؟ لا بتحرك. انا بجيب السجق وبفرغه من ال وريني للكاميرا فين الكاميرا؟ ايوه كده اهو شطوره اخيرا. بفرغه اوكي. انا هشتغل بايدي كالعاده. طبعا يلا ده متفرغ. اوكي وهحط عليه اللحمه. اوكي برافو. بعدين هحط عليه البيضه. ايوه بياض وصفار. ها واحده بس؟ كفايه. اوكي
هحط عليه لسان العصفور. سوري البقدونس. مش عارفه البقدونس من لسان العصفور يا منى. مش معقول. هحط عليه البقسماط الناعم. حط عليه البصله. اوكي. حط عليه بقى جوز الطيب. حط عليه البهارات. ايوه. حط عليه الثوم المفروم والملح والفلفل. خواتمك اهم اهو الموف. عاوزه ملح وفلفل. عاوزه ملح وفلفل. غالي وانت رخيص. هنضربها في الكبة ننعمها كويس جدا جدا. اوكي. يلا نضربها في الكبة. كبة. اديهيني بقى كده. واللي هتطلعها هتحطها لي فين؟ فين؟ فنجيب نحطها بقى في الطبق ده دلوقتي. طب اديني بقى ده كده. فانت روحي اغسلي ايديكي. بصوا هي السجق شالت القشره بتاعتي. وطبعا لحمه السجق بتبقى متبله بصراحه تتبيله حلوه. اهو هنحط هنا كل الكلام ده في الكبه. الكبه بتاعتنا دي بتاخد في الحقيقه كميه كبيره. خطوه الثانيه. لا استني بقى. ما انا هستناك بس بحضر. حضر. اهو بصي اخدت الكميه كلها ازاي؟ رائعه. حطها لي بقى تاني في هنا. والله؟ بعد ما تفرم. انا اسف. نشيل ده. نشيل ده. اهو. بقول لك ايه؟ نعم. عشان حطينا هنا في الكبه بصراحه حاجات كتيره. فانا عايزك تفكري الناس حطينا ايه؟ حطينا السجق وشلنا الغشاء بتاعه، حطينا اللحمه، حطينا البقسماط، البيضه، الملح، الفلفل، الثوم، البقدونس. تمام. عايزاها ناعم قوي. زي الكبيبه. ايوه. هنا تيجي لسه شويه. ابتدت تنعم. هي لما تلاقوها كلها مسكت في بعض بقت زي الكوره يبقى كده نعمت قوي. هتحطها لي هنا. حاضر بس انا عايز انا هرد خالص لسه شويه. لازم تنعم كويس. زمان بقى كانوا بيدقوها في الهون. الهون. الهون النحاس. الهون النحاس. بس دي بتبقى متعبه قوي بتعمل صوت. بس كان كل البيوت كده. دلوقتي تورنيدو عملنا الحاجات السهله. لا هنعمل مجهود ولا حاجه. بصي كده. حلوه؟ حلوه. حطها لي هنا بقى. حاضر. غالي وترخيص يا منامين. سحراني ليلى ونهار. الله الله. لا بتاخد دي. سوري هقول لك ليه. اهو بس. شكرا شكرا. هعمل ايه بقى بعد كده؟ ايه بقى؟ هاخدها كده. ايوه كده نعمت. حلوه قوي. برافو يا شريف. وهجيب حاجه كده او إيه الرخامه بتاعتي انا بتاع سيليكون بشتغل عليها او الرخامه بتاعتي بحط عليها ميه بسيطه عشان اعرف ايه الفها وايه وعليها. ايه ده ليه وسخت الدنيا؟ لا انا هشتغل على دي؟ عشان الفها. ركيزه. نزي. وانا بلفها رول بقى يا جماعه هبل ايدي. طب انا هقول لك حاجه بقى. ممكن نحطها هنا اهو. احسن له على الرخامه. لا 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 كده على البتاع بتاع. عايزه تبلي ايدك ولا خلاص؟ طبعا طبق جنبي. ليه بقى؟ عشان تبقى سهله. بتتماسك. ما تجيش لما تقطعها تفك من ايه
بعد بس نعمت ازاي؟ اه طبعا كده خلاص؟ اه هجيب بقى ابصوا بقى فويل ورق زبده ورقه زبده بصوا بقى طريقه اللف مش هستخدم البوتاجاز في الفقره دي؟ اه كله فرن؟ هنستخدمه كله فرن؟ لا هستخدمه هلفها كده خلاص دي؟ اه كويس قوي وهحطها في الطاجن وعليه بصي بقى سمنه اهو الطاجن اهو عاوزه بقى سمنه اهو سمنه اهي ايه معلقه I love you me too مفيش بوتاجاز في الفقره دي؟ في يا حبيبي ما احنا خلصنا هتشوف الاكله الثانيه لا هتشوف هنحطها كده وشويه ميه وتخش الفرن هو احنا خلصنا؟ خلصنا ايه بالظبط؟ لا ميه اهي ميه حط ميه هنا دخلها الفرن املاها ميه؟ اه مش تملاها كمان 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 بس هندخلها بقى الفرن هتستوي تقعد ساعه الا ربع بعد ما تخرج من الفرن طب انت ليه حطيتي السمنه دي فوق كده مش فاهم لازم يبقى فيها سمنه ما انت مغطيها بالالومنيوم فويل السمنه هتروح ازاي جوه هتشوف بتنزل هي البهريز بتاعها مع المرقه وبتبقى بالمنظر ده دي كنت عايزين انت عاوز تقطعها لا ما انا هقول لك عايزين نقطعها طبعا نوري الناس احنا بنطلعها بقى من الفرن يا جماعه وبحمرها في السمنه هنا فهمت خدلي بالك بإيه ببهرزها ده؟ فهمت فهمت فهمت. أهو. أيوه. وحشين. ببهرزها. فين بقى السمنة؟ السمنة بتاعتها. بتاعتها هي مع شوية دبس الرمان. يعني هنجيب السمنة دي نلمها؟ أيوه. ممكن تاخدها بسيليكون. أهو أهو. أهو بصوا بقى السمنة دي اللي طلعت منها. اهي احطها بقى بعد كده في السمنه هي نفسها اوعى تطرطش عليك مع معلقه دبس الرمان دي كمان وبعدين هسيبها بقى هي تبرد بقى شويه واقطعها وازوقها في الطبق بتاعها بالخضار المسلوق وهحط عليه احط دبس الرمان عليها معلقتين كده ثلاثه ديمي جلاس وتبقى كده ثاني بقى هي حالا هتبقى تشرب ميتها سيبها بقى تتحمر شويه ونخش انت عملتي ايه نخش على الاكله الثانيه تقول لنا معلقه الاكله الثانيه ثانيه على طول يلا لسان عصفور بالبصل القوارمة يلا خضار سوري طاجن لسان العصفور بالبصل واللحمه اللحمه اللي هي راس العصفور كوبايتين ونص لسان عصفور يعني تقريبا باكو نص كيلو لحم مقطع صغير نص كيلو عصير طماطم معلقه كبيره معجون طماطم نص كيلو بصل قوارمة ثلاثة معالق سمنه ملح فلفل بهارات وميه هغسل اي سوري يا شريف هتغسلي ايه ايدي مش عاجبني يلا هغسلها وانا سيقت لك الرخامه بقت فله مرايه منوره مش تقولي ميرسي ماشي يا نمين يلا بصوا اهي اتحمرت اهي هنحط انهي حله على النار؟ هنحط الحله السوداء كبيره؟ اوكي هحط السمنه طب ايه استني دقيقه واحده ما ينفعش في ووك عشان الناس تشوف؟ قوي قوي ممكن؟ بعد اذن حضرتك طبعا طبعا طيب دي خلاص دي خلاص بصوا يا جماعه دي هي. خلاص و على التقطيع اهي بصوا دي على التقطيع يلا مش عاوز تقطعها؟ هقطعها
طيب وادي ادي الخضار السوتين ده اللي بيتحط معاها. وهجيب وخد انت طبق بقى من بقك الحلوه. اوكي وانا سيبني اشتغل في الايه. وده الديمي جلاس لو عاوز تزوق اهو. لا سخنه عليك. يلا انت قولي لنا بقى انت هتعملي ايه. طيب انا اول حاجه هحط حل على النار. هحط سمنه قطعة كبيرة من السمن. يس. اوكي. هحط البصل القوارمة. ده سهل جدا وسريع سريع. هحط اللحمة. لو عوزتيني قولي لي. حاضر. وهشوحهم تشويحة خفيفة. بصوا بقى اهي. دي باظت مش مشكلة. بتعملي ايه يا منامينو؟ حطيت اللحمة والبصل القوارمة وسمنة وبشوحهم تشويحة خفيفة. مش عاوزة احمر لا البصل ولا عاوزة احمر اللحمة. عاوزة كله بخيره. خلاص هحط الطماطم العصير ويفضل عصير طماطم فريش مع الطماطم المعجون مع البهارات والملح والفلفل ايوه وهسيبهم بس ايه يتسبك مش يتسبكوا يغلوا غلوتين غلوتين بس وهحضر الطاجن بتاعي. شوف انا عملتها نقله فتيسه ازاي. بصوا اهي قطعتها انت اللي جامد اهي. يا الله. وبعدين هناخد اللي فضل تحت هنا بقى ده. بصوا هكحته كده اهو. ممكن تحط عليه الديمي جلاس كده. لا هحط ده الاول. ده الجوز بتاعها اهو. يبقى حطيت اللحمه راس العصفور مع البصل القوارمة. ايه لحمة راس العصفور دي؟ صغنطوطة كده. اسمها كده؟ ومع البصل القوارمة والسمنة البلدي وهشوحهم بتاع 5 دقايق بس. لا البصل عاوزاه يتحمر ولا اللحمة عاوزاها تتحمر. وهحط عصير الطماطم ومعلقة معجون الطماطم وملح وفلفل. و غلوة واحدة تقوم كده تغلي غلوة حلوة. بعد ما تغلي الغلوة الحلوة هحط لسان العصفور من الكيس ولا هحمره ولا هسلقه ولا حاجة عشان محدش يبقى ايه متلخبط. ماشي بالمنظر ده. اوكي وانا هنا ده صوص الديمي جلاس اهو. ده اختياري بس ده. هو طبعا بيبقى طعم حلو. بيدي طعم لان هي بتبقى بارده. ده بيبقى دافي عليها بيبقى لذيذ. واحط هنا كده على الخضار السوتيه برضو. بالهنا والشفا للحياه. واللسان عصفور وبالبصل القوارمة خلص. بصي غرفت لك الطبق ايه رايك؟ يعني انا مش عارفه اقول ايه في الجمال ده. قول لي انت اقول ايه. يلا يعني تاكاشي اكيد هو اللي بيفكرك. مين تاكاشي ده؟
تكاشي كاشي. مين تكاشي؟ مفيش حد عندي اسمه كده. هنقل اسمه تكاشي؟ هنقل ال مش عايزه تقول. ها؟ مش عارف اقول ايه. تقول علموني وانا اقول. وجوهري فتح البتاع في وداني اهوت، تاني عمال يقول لا 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 لا. بص لا بص يا شريف، واخد بالك من الحركه بتاعتي؟ انا بغرف وازاي بانهي طريقه. اتعلمت. بص للكاميرا. ايوه. لا بعد سنين. تمر فيكي. حطي فيه ميه؟ طب مرقه. مرقة أو مية؟ فين المرقة؟ لا أنا مجابتش. لا أنا عاوزة مية. مجابتش مرقة يا سيد. أنا قصدة لأن هي فيها لحمة يا جماعة. وتوضبي كده بقى البصل القوارمة بشكل جميل. بص لا حط لي هنا بقى عشان بهريس. المية أنا عاوزة أحط كمان تغطيه زي الرز. كفاية. يخش الفرن بيتغطى؟ لا 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 لا، يخش الفرن عالي ووطيه على 200 واسيبه بقى لحد ما يستوي. ما نغطيهوش. لا 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 لا. طب هذه المناسبة هسمعك أغنية. ما عنديش مشكلة خالص. وأغنية بقى لمين؟ شوف للست وردة. آه حبيبتي ست وردة الجزائرية الله يرحمها، دي كنت بحبها قوي. بس يا أستاذ مؤمن. أيوه. انت جاهز؟ جاهزين تمام. ها؟ جاهزين تمام. مش سامع اللي هو بيقوله. بيقول لك جاهزين. جاهزين. جاهزين تمام. ازيك يا مام؟ جاهز؟ جاهز. هتسمعنا ايه لست ورده ليالينا؟ هنغني ليالينا ليالينا. نسمع جزء من ليالينا وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع. انت رايحه فين؟ تعالي هنا. هودي دي. نرجع مع منامينو نعمل صنف الحلويات. كنافه بك. مزيكا يلا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا 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 وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقلنا ميرسي ميرسي على مينا وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا وقلنا ميرسي ميرسي على مينا مشينا وقادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وقادينا من غير اهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاني الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يوم بينا غطارة وتاني الدنيا غطارة غطارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا
طب هي ابكي يا قلبي على الحنية ابكي يا قلبي على الحنية الحنية طب هي ابكي يا قلبي على الحنية ابكي يا قلبي على الحنية هي الدنيا جرى فيها ايه جرى فيها ايه دي جرى فيها ايه حتى الناس صبحت مش هي حتى الناس صبحت مش هي راحت بين الكلمة الحلوة راحت بين الناس الحلوة راحت بين الكلمة الحلوة راحت بين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وسويتيهم مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاري دنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم فينا غدارة وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على ناس قبلينا ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا برافو أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجعنا لكم مرة ثانية عملنا صنفين حادق عملنا صنف اللحمة المفرومة وعملنا صنف لسان عصفور باللحمة والبصل القورمة هنعمل دلوقتي كنافة زي ما انتم شايفين اللي بالمانجا دي بقى دي كنافة بالمانجا ممكن احط اي حاجة عليها غير المانجا كمان ممكن ايه تفاح مكرمل لا معرفش الفراولة مش في التفاح المكرمل انا بقى بقول لك الفراولة جربيها جربتيها لا جربيها اوكي طب هتقولي مقادير نقول يلا كنافه بالمانجا نص كيلو كنافه وسمنه وعلبه جيلي مانجا ومانجا مكعبات وكريم شانتيه وشربات يا اختي علي انت شربات خلص شرب انت شربات شربتاتا اه سهله خالص سهله خالص هي إيه بس شويه حاجات كده وحركات ايه بقى بصوا بقى بصوا الكنافه اهي قطعتها كده وكده 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 ويفضل وهي ساقعه هحط عليها الاول هجيب صينيتين قد بعض ادي صينيه والتانية اوكي انا هعمل في صينيه والتانية زيها ونفس المقاس وهحط عليها ايه الكلام ده اللي هو ايه سمن وهنا دي هفركها بالسمن افركها كويس وبسها علشان تبوس هي في البسبسه البسبسه اللي هي كل الكنافه تشرب الايه السمنه تبقى مبسوسه تبقى مبسوسه سمنه خلاص خلاص هحط هقسم الكنافه نصين وهحط كل نص في الصينيه وهدخلها الفرن تحمر وتستوي واهم حاجه بقى يا جماعه ما تكونش الكنافه تخينه تكون رفيعه حلاوتها رفيعه عشان كده انا كنافتي اللي بالمانجا بكون مقتنعه بيها خلاص
دي انت مش سهله. اصل مش اي حد يعمل كنافه بالمانجا. لا طبعا انت هتقولي لي يعني يا جماعه. وبعدين تخش الفرن تقعد قد ايه؟ هتخش الفرن تقعد نص ساعه على حسب بقى درجه الفرن 200. اوكي هتطلع تبقى زي دي. اول ما تطلع بسقيها بالشربات. وهي سخنه. سخنه؟ والشربات ايه؟ بارد. اللي هو ايه شربات؟ الشربات كوبايتين سكر وكوبايه ايه؟ احط على دي؟ ميه، احط كده رشه. بصوا يا جماعه احط على دي رشه. الشربات اهو. ايوه لان انا ما سقيتهاش قوي لكن ممكن يكونوا الاثنين باردين. وبعدين احط كريم؟ وبعدين تبتدي تزوقي بقى براحتك. احط في النص كريمه؟ وبعدين مانجا. نسيت اقول حاجه مهمه جدا. قولي. المانجا تتقطع مكعبات وتتحط في جيلي مانجا. ليه؟ عشان ما تسودش. احط في النص مانجا؟ معلقه معاك اهي. لا قولي المانجا بقى معموله ازاي تاني؟ المانجا قطعناها مكعبات، دوبنا كوبايتين غلينا كوبايتين ونص ميه وحطيت عليه باكوين الجيلي كويس قوي كده يدوب وبعدين يهدى شويه واحط فيه المانجا وادخلها الثلاجه تمسك نفسها ولونها بيبقى دي معموله من اول امبارح المانجا؟ فشوف لونها زي ما هي زائد ان الجيلي كمان بيديها ايه طعم حلو. بتحطي عليه سكر ها؟ هنحط القرص الثاني. سكر بسيط. احطها لك. ما تشيلهاش زحلقها. لان انت واخد بالك الكنافه رقيقه ازاي؟ بس وهتزوق بقى برضو الزواق اللي انت عاوزه. طيب هزوقها لكم انا كده اهو. في ناس طالبه تسلم عليك طبعا. اقول ولا ما فيش؟ اقولي كده وانا بزوق. طيب يلا بينا. طنط عائشه، ماجده ابو غالي، بلسم جورج، دكتوره زينب المسلمي، وتحيه كبيره قوي 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 من اهل طنطا، وبالاخص اسراء ومامتها الهام بيموتوا فيك وانا بحبهم جدا. الناصر صلاح الدين ده ايه ده بقى؟ بيبعت لك سلامات وتحيات. اوكي. وانجل خشن، وشيرين وفاء العهد، وبنتها فرح، وخطيبها الفنان رامز امير، وفريده محمد قطب، ومصطفى محمد قطب، دول اخواتي. كل دول يسلموا عليك. انا ببوسكوا بسلم عليكم كل سنه وانتم طيبين. اهو ادي يا سيدي الحكايه والروايه. لا بقى مانجا يا جماعه كده بصوا بصوا تبقى ايه؟ على راي اميره فهمي مبشبشه. مبشبشه لا حلو برضه يا شيف عجبتني. حلو قوي. واللي يقع بقى يقع مش مشكله. مش مشكله. ثانيه بس في هنا حته. ايه رايكم؟ اقطع عليه. حته مانجا مضايقه جوهري. لا انا عاجبيني. عاجبيني. من امينو ميرسي كل سنه وانت طيبه. كل مولد وانت طيبه ومعانا دايما. وممكن نحط عليها في الاخر. طبعا تلمعها وتديها أهو. وممكن ترش رشه فستق مطحون بقى. مش عايزه اقول لكم الجمال. بس اهم حاجه التكه بتاعتي الكنافه تبقى رقيقه ما تبقاش تخينه عشان خاطر الجمال. اهم حاجه. والمانجا تتحط في جيلي عشان يديها نكهه اكتر كده. مبسوط يا جوجو؟ ها شلت لك الحته اللي مضايقاك. ها هي فين؟ هنا هي الحته دي. لا خلاص بقى زهقتوني. اوكي تمام. انا اللي علمتهم الحاجات دي وطلع على نفوخي بعد كده. حلوه هي هات. مبسوط مش بطال. ميرسي من امينو. العفو. هسمعك اغنيه حلوه للكينج محمد منير يونس بصوت مؤمن خليل وبعديها نروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكوا معانا ارجوكوا. يلا مزيكا.
جاي من البلاد البعيدة لا زاد ولا ميه وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا وانت تقولي لي بحبك تحب ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي يا ولد الهلالي لا عليا ولا بيا يا عزيزه يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يونس انا يونس كنت حقول اهدى المحبوب ويدوب قلبي قبل ما دوب يا ولد الهلالي لا عليا ولا بيا انا يونس ونسيت من يونس والدنيا مالت عليا قلبي ضايع من إلى جهلي باين نسيت وحدة أهلي ينفع حبك من غير قلبي ما تردوا عليها وعليا يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في أي مكان كنت عشق من غير ما تقولي يونس أنا يونس كنت حقول أهدى المحبوب ويدوب قلبي قبل ما دوب يا ولد الهلالي لا عليا ولا بيا أنا يونس ونسيت من يونس والدنيا مالت عليا رجعنا لكم مرة تانية وفخرة كولوسيز. النهاردة معنا دكتور مصطفى حامد استشاري للأمراض الصدرية والبطنية والمستشار الطبي لشركة AMD للأدوية. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا صاحبي؟ منور كالعادة. أخبار صحة الناس إيه طمني؟ الحمد لله إن شاء الله كويس. كله كويس. كله ماشي كويس؟ يا رب دايما. طيب تعالى كده نبتدي النهاردة دايما الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بالتفاصيل عن الأوميجا 3 هنتكلم عليها النهاردة بس عايز أبتدي بالأول بفيتامين يمكن أغلبيتنا مش عارفينه ومش عارفينه الفيتامين ده اهميته ايه للجسم هو فيتامين اي. تمام. فيتامين اي ده بيعمل ايه؟ طيب احنا هنتكلم فيتامين اي على نقول فكرتين كده بساط فيتامين الصحه والجمال وفيتامين اي مهمته بالنسبه للمناعه ايه. طيب هنتكلم في المناعه عشان هو الجزء زي ما بيقول الصغير بالنسبه للفيتامين اي. فيتامين الف مهم جدا جدا للمناعه لان هو مسؤوليه كامله على سلامة الأغشية المخاطية لمنطقة الفم والأنف والعين. أوكي. حضرتك لابس ماسك، ليه لابس الماسك؟ عشان خاطر لو في فيروس أو بكتيريا الجسم نقلها. ممكن يتنقل عن طريق الهواء فيقدر يلاقي الماسك موجود فبالتالي يمنع دخوله. طيب والعين؟ بحاول إن أنا أقدر ألبس أي ماسك دلوقتي الناس بتعملها كتير. طيب أوريدي قبل ما أدور على الكلام ده لازم أدور على نفسي من جوه، هل فيتامين ألف عندي موجود بنسب كويسة
ولا لا. لو موجود بنسب كويسه يبقى انا اطمن ان الخلايا بتجدد بصفه مستمره، الخلايا انتكت مع بعضها يعني بمعنى صح متلاصقه تلاصق كويس، ما يحصلش مهاجمه للفيروس لجسمي. ده رقم واحد. رقم اتنين، بيعمل زياده في حيويه الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، ودول اهم جهازين عندي، لان انا لو نلاحظ ان فيروس كورونا او كورونا فيروس بمعنى صح الكوفيد 19 بيقدر يضرب عن طريق الجهاز التنفسي او عن طريق بنسبه اقل في الجهاز الهضمي. فبالتالي انا لو قدرت اامن النقطتين دول يبقى خلاص كده انا بالنسبه لي. في نقطه كمان ميزه قوي قوي وعاوز اقولها لمرضى السكر بالنسبه لفيتامين الف، لو موجود بمعدلات كويسه هنلاحظ ان فيتامين الف هو حمض روتينويك اسيد. حمض روتينويك اسيد ده بيعمل عمليه تنظيم لمستويات السكر في الدم. لما نظم مستويات السكر في الدم يبقى اذا انا كده بدات اقول لمريض السكر الدواء بتاعك اللي بتاخده هيبدا يدي كفاءه وفعاليه افضل. كده احنا اتكلمنا على فيتامين ايه، حضرتك قلت فيه شقين، شق الصحه والجمال وشق المناعه. نتكلم عن الصحه والجمال؟ يا ريت. وطبعا هذا الفيتامين موجود في المنتج المكمل الغذائي كولوسيس. مظبوط. الصحه والجمال هنلاحظ ان فيتامين الف مهم جدا جدا عشان الشعر. اول حاجه بيعمل بالنسبه لجذور الشعر تعزيز لجذور الشعر بحيث انه يخليها تكسب قوه لمعان. ده غير ان موضوع تساقط الشعر، موضوع تلف الشعر، الجفاف الشعريه نفسها، كل ده فيتامين الف ناقصه يعمل كده. طيب بالنسبه للبشره، ترطيب البشره بنلاحظ ان هو بيبدا يقلل موضوع التجاعيد اللي بتظهر على البشره. دلوقتي احنا بنستخدم انتي ايجنج كريم كتير جدا وفي سن الثلاثينات او بيقول لك اول العشرينات والعشرينات. طب ليه كل ده؟ لظهور التجاعيد في وشنا بدري. لا، ده انا عايز اقول لك ان فيتامين الف لو اوريدي عندك كويس فبالتالي هنقلل ظهور التجاعيد، او بمعنى صح السن اللي هو الموضوع ان انا يبقى سن كبير عن، او بمعنى صح شكل كبير عن سني. اوكي. ده غير اخر حاجه الضوافر، طبعا مهم جدا جدا للمعان الضوافر، تقويه الضوافر، وفي ناس كتير قوي بتشتكي من تشققات في الضوافر. صحيح. فهو فيتامين الف كويس جدا في النقطه كده. قلنا فيتامين اي بالتفاصيل، ويمكن اول مره نشرحه بالتفاصيل. مظبوط. كنا دايما بنتكلم عن اوميجا 3 وفيتامين دي. انا كده حبيت النهارده ابتدي فيتامين الف علشان نستفيد فيه. مظبوط. على قد ما نقدر. طيب ايه كمان موجود في الحبايه بتاعتنا؟ الكولوسيز ميزته انه احنا قلنا فيتامين الف وفيتامين د، تاكد واوميجا 3. تاكد ان انا بقول فيتامين الف وفيتامين د واوميجا 3 لان الثلاثه بيكملوا بعض. ايه علاقه فيتامين د بالف؟ طيب ممتاز جدا. فيتامين د احنا اتفقنا ان احنا عايزين من الف المناعه، طب د برضه بيقول له وانا برضه هديك المناعه. تخيل ان فيتامين د لقوا ان نقص فيتامين د بالنسبه للمرضى اللي تعرضوا لحالات كورونا واصيبوا بمضاعفات حاده فيها او تليفات على الرئه او قد سببت الوفاه، لقوا ان فيتامين د عندهم ناقص بنسبه كبيره جدا. طيب اولا قول لنا فيتامين د المفروض نسبته تبقى كام في الجسم؟ وقبل ما نقول ده خلينا نقول حاجه لمعامل التحاليل. نرجوهم انهم يرخصوا شويه تحليل فيتامين د، لان التحليل سعره من 700 ل 850 جنيه. وده سعر كبير قوي. هو على فكره في يمكن النداء بتاع حضرتك ده في بعض الناس استجابت ليه جدا، وفي عوامل كتير استجابت ليه، ان بدات فعلا فيتامين د بيبقى رخيص بطريقه كويسه جدا لدرجه ان هو ممكن يعمله لو انا هعمل باكج في معمل مثلا معين تحليل معينه يقول لك وانا هعمل لك فيتامين د معاه كمان بالمره فوق البيع يعني. لا اصل هو احنا يمكن في الاونه الاخيره ابتدينا نعرف اهميته بطريقه جامده جدا، واغلبيه الناس ما عندهاش درايه ان هو قليل في جسمها. فهو يعني انا مثلا في زمان اكتشفت ان انا كان عندي فيتامين د 11، ده قليل جدا طبعا. فهو احكي لنا كده عنه، هو المفروض ما يقلش عن كام وما يزيدش عن كام؟ طيب في البدايه كده انا قبل ما اقول الجمله دي انا حابب اعرف الشخص يعرف عنده نقص فيتامين د ازاي. دلوقتي انا بفرض ما ان انا بحس باعراض غريبه جدا، ان انا عندي ضعف في العضلات، مش قادر اقوم اعمل حاجه، في ارهاق مستمر، في ذات نفسه وجع في العظم. دي نقطة. النقطة الثانية بلاحظ ذات نفسه في لين في العظام في الأطفال أو هشاشة في العظام أو نوع من أنواع بنسميها زي مثلا ضعف في الأسنان، أنا أسناني بتسوس بسهولة، بيحصل تكسير. كل ده فيتامين د؟ كل ده فيتامين د. ده أنا بكلمك على جزء العظام. تخيل حضرتك بقى جزء المناعة لما الاقي فيتامين د بس لوحده بيحاول يقلل نسبة 40% من انفلونزا الموسمية الإصابة بتاعتي، دي نسبة كبيرة جدا بالنسبة لنا احنا في الطب. فعشان كده أنا غرضي إن فيتامين د لابد ولازم إني أنا أخده بصفة دورية. طيب محتاج أخده منين؟
لو من اشعه الشمس اوكي، بس انا داخل على شتاء، يبقى اذا انا هلبس ده، انا بقفز مش بلبس ده، انا كل واحد فينا بيبقى مفيش حته مكشوفه فيه. طيب النقطه الثانيه عن طريق الاكل. طب اوريدي لو الفيتامين د في الكولوسيس بيقدر يديني الجرعه اليوميه بتاعتي، طب بتختلف من كام حسب السن؟ اذا كان واحد سنه ادلت بنسميه احنا السن بتاعنا، يبقى انا عايز من 600 ل 800 وحده دوليه. يبقى اذا قدرت ان انا اعوض النقص وفي نفس الوقت اامن الجهاز التنفسي عندي، بالذات لمرضى السكر، بالذات لمرضى القلب، مرضى الضغط، كل دول بالنسبه لهم الكولوسيس. هو هنا القرص فيه كام وحده؟ 500 وحده. 500 وحده، واحنا المفروض بناخد قرصين في اليوم. هاخد كبسولتين في اليوم ممتازين جدا. طيب الناس اللي هتروح تحلل الفيتامين د المفروض يتراوح من كام لكام؟ طيب احنا قبل ما نقول عايز احلل الفيتامين د، فاوريدي بتختلف طبعا المعامل في التحليل بتاعتها على حسب، لان انا ممكن اقول حاجه وممكن المعمل يحط ريفرنس ليه مختلف، ولكن في سفيشنت وفي انسفيشنت، في جزء بالنسبه لي يبقى انا مقبول وفي مقبول وفي غير مقبول، وفي جزء بيحصل توكسيستي. لا انا بتكلم يعني توكسيستي تسمم طبعا، لان في بعض الادويه بتبقى موجوده بتعوض نقص فيتامين د بكميه كبيره، بيبقى فيها 10,000 وحده دوليه، ده خطر. وفي طبعا ده خطر جدا، عشان كده انا بقول حاجة كويسة جدا. ليه بقول ان الكولوسيز ياخده كل حد حتى لو انا مش عامل تحليل؟ لان الكولوسيز بيديك الجرعة اليومية بس بتاعتك بتاعت فيتامين د، فاذا انا مآمن ليه، آمن لأي شخص، حتى لو فيتامين د اوريدي عندك كويس فالكولوسيز هيقدر يديك الحتة دي كويسة جدا بالنسبة لك. طيب ال 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 الفيتامين د وفيتامين الف برضو علاقتهم ايه ببعض؟ لو ده ناقص عند يعني بيكملوا بعض في الجسم؟ بيكملوا بعض، لان احنا قلنا رقم واحد بالنسبه لنا المناعه. لو حصل ان دخل الفيروس وعدى فيتامين الف عن طريق الاغشيه المخاطيه، خلاص هو عدى المنطقه دي، فيتامين د بيستناه ازاي؟ بيقول له انا عندي خلايا قاتله بفرزها لك عشان اقدر اكل الفيروس ده. صحيح. ده غير ان فيتامين د، عايز اقول بشره كويسه جدا لمرضى السكر يا جماعه، فيتامين د لو انا اب في البيت وعندي سكر وعندي ابن وخايف ان ابني ممكن هل يجي له سكر، انا بقلل حدوث اصابه المرض السكري الاول بنسبه حوالي 80% لو فيتامين د كويس عندي. طيب. وبنسبه 29% المرض السكري الثاني. طيب انا اخش على الاوميجا 3، اوميجا 3، ويمكن في امريكا الناس اللي فوق ال 40 بياخدوا دايما الاوميجا 3. مظبوط. بس احنا عايزين من قبل ال 40 يتهيألي. عايزين من سن سنه ياخد الاوميجا 3. طب اشمعنى؟ هو فوق ال 40 بياخد الاوميجا 3 عشان خاطر فيها طاقة ونشاط وحيوية. الأوميجا 3 بتديني 4 أضعاف الطاقة اللي بيديها لي مولوكيول الجلوكوز لوحده. فإذا لما أخد 4 أضعاف الطاقة، طاقة وحيوية ونشاط من الأوميجا 3، لا أنا عايزها لكل السن، لكل المراحل عندي. زائد في حاجة بتنفع قوي فوق سن ال 40، الأوميجا 3 بتحاول تقلل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية بنسبة محترمة جدا. أوكي. فبالتالي مرض الضغط والقلب ده بشره كويسه جدا ليهم ان انا اخد الاوميجا 3 في الكولوسيس. طب احكي لي علاقه الاوميجا 3 مع فيتامين اي مع النظر. ممتاز. طيب احنا خلينا كده نرجع الميه البيضاء بالذات يعني. الميه البيضاء، نرجع للنشاه الاولى كده، لازم دايما نبتدي المشوار نرجع للاول. هنلاحظ ان الجنين في بطن الام بنلاحظ ان الشبكيه بتاعت العين بتتكون من ايه؟ بتتكون من فيتامين الف. طيب الاوميجا 3 هي اللي بتكون خلايا المخ عند الجنين. فاذا انا لو الموضوع ده انسفيشنت عندي، مش كافي عند الام الحامل، يبقى اذا انا هلاقي ان في جنين طالع لي، طفل طالع لي في مشكله، في نقص عنده، نقص طول في نقص النظر او طول نظر، او في مشكله في الابصار او الميه البيضاء اللي بنقول عليها. يبقى اذا انا محتاج فيتامين الف عشان موضوع ان انا يبقى احاول احد من الاطفال اللي بيطلعوا بنظارات دلوقتي، بيلبسوا نظارات بطريقه عنيفه جدا في سن صغير. ده غير موضوع العشاء الليلي، ده غير موضوع حرقان العين، ده غير موضوع الحاجات الموسميه اللي بتبقى في الربيع في انتقال الفصول، كل الكلام ده فيتامين الف بيأمنها لي جدا. أوكي. الموجود في الكولوسيس مع الاوميجا 3. مع الاوميجا 3 يعني طبعا فيتامين الف وفيتامين د بيكملوا بعض، مع الاوميجا 3 ده هيخلي الجسم
صحته أحسن، أو هنقول ده مكمل غذائي هيكمل لنا الأكل اللي إحنا بناكله يومياً، لأن استحالة هناكل كل العناصر في مظبوط مظبوط مهما كلنا، وبالذات إن الأوميجا 3 عايزها من مصدر بحري، يعني أنا لازم سمك. آكل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بس سمك سمك. طيب أوريدي أنا لو المرة دي أوكي، لكن الأسبوع ده هقدر أمشي على الموضوع ده، لكن الأسبوع الجاي خليني أسألك، الإقراص دي بناخدها على الريق ولا بعد الأكل ولا في وسط الأكل ولا إمتى؟ خلينا نقول ليه بنقول ناخدها على الريق، وليه بقول اخدها الصبح قبل الفطار على الريق؟ عشان انا بعايز طاقه كامله، ما تعملش حموضه او خالص. ليه بقى؟ لان ده اول حاجه ده زيت زي ما كلنا بناكل، ده رقم واحد. ده غير ان هو كبسوليتد، يعني ايه كبسوليتد؟ في كبسوله جيلاتينيه رخوه، الكبسوله دي اي كبسول في الدنيا عشان يقدر يمتص وتطلع الماده الفعاله منه لازم يكون عدى ال 12، فبالتالي اوريدي بيفتح في الامعاء فهو بعيد خالص عن المعده. وفي في الحقيقه في الكبسولات دي ميزه لطيفه، انه يمكن كل كبسوله لوحدها في الشريط، مش كلهم في علبه ملزقين في بعض زي المستورد. المستورد كله على بعض، فتحت العلبه بقى ليها لايف، صح لايف سبان معانا، فهنا كل كبسوله لوحدها مغلفه. مظبوط مظبوط مظبوط. بشكرك يا دكتور، ميرسي، شرفتنا ونورتنا كل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا بيك. بشكر دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والمستشار الطبي لشركه AMD للادويه، على وجود النهارده معانا في فقره كولوسيز. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع فنانة الأزياء أستاذة رشا عبد الوهاب. خليكم معانا لو سمحت. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع بتبسط قوي لما بشوف العبايه بشكل عصري وشكل مختلف، مع الاحتفاظ انها تكون واسعه فضفاضه، مع الاحتفاظ كمان ان يبقى عليها الموتيفات او الشغل العربي او الشرقي. المعادله دي معادله صعبه مش سهله، ومش كل الديزاينرز بينجحوا فيها في الحقيقه، بس الديزاينر اللي النهارده معانا هي، او المصممه اللي معانا النهارده هي شاطره قوي في الحته دي، بتعرف توظف العبايه، بتعرف تخلي كمان العبايه تتلبس في اوقات مختلفه، ممكن تبقى بعد الظهر، ممكن تبقى سواري، ممكن تبقى للصبح، بطريقه عصريه وبتبقى محافظه على شكل العبايه، لما الواحد يشوف حاجتها عبايه، عبايه حلوه. فخليني مره ثانيه ارحب استاذه رشا عبد الوهاب مصممه الازياء، اهلا بيك. اهلا، حاجات حلوه قوي. ميرسي يا شريف، ربنا يخليك، هذا اعتز بيها. وزي ما قلت لك انت عملتي المعادله الصعبه
عبايه، ما هوش فستان، ما هوش كارديجان، لا بالزبط. عبايه كما قال الكتاب فضفاضه واسعه، واخده الاقمشه كتيره، وفي نفس الوقت عصريه وشرقيه. بالظبط، يعني انا دايما بحب التميز، ان حاجه تكون مع الاحتشام، يعني تكون حاجه مميزه لابساها اي سيده، بتكون لابسه حاجه يتسال عليها ايه ده الاشياك اللي انت لابساها ديت، يعني بيبقى حاجه مختلفه عن اللي موجوده دايما. تعالي نفكر الناس بيكي اكتر واكتر، انت طلعتي معايا السنه اللي فاتت برضو في مولد النبي. أيوه. بس فكرينا كده، دخلتي مجال صناعه الازياء ازاي؟ انا من سنه 2012، يعني انا واخداها كده بالصدفه، يعني انا كنت حبيت ان انا الاول اصدر شغل المصري للدول الأوروبية، الجاليات العربية بيبقوا محتاجين، الجاليات العربية في أوروبا يعني كانوا محتاجين حاجات عبايات وكده ما يبقاش عندهم، ففي الأول كنت بصدر الشغل ده، وفي الآخر بعد كده حبيت إن أنا إيه أصنع، يعني ابتديت إن أنا أصنع. أول ما صنعت حاجات الخيامية اللي هي الحاجات المصري، فعجبت الناس جدا، وبعد كده بقى يعني حاجة انطلقتي. لأن كمان الحاجات الخيامية انتشرت. أيوه بالظبط. لا ده أنا من 2012. أنا عارف أنت من البدايات. أيوة. الناس اللي عملوا القماش الخيامية. دلوقتي أنت خليتي العباية شيك. الحمد لله. فده حاجة مهمة. هي جايبة لي هدية. أفتحها قدامك دلوقتي. حاجة بسيطة يا شريف. العلبة شريف. أنا كنت زمان بعمل كلاتشز مع العباية، بعملها بالاسم بتاع العميلة. أهو. فحبيت إن أنا عليها اسمي. العلبة عليها اسمي شريف مدكور، عشان تجبرني إن أنا أفضل محتفظ. لازم. بالعلبة. يا رب تعجبك إن شاء الله. تعالوا بقى نفتح كده ونشوف جوه في إيه. إيه ده؟ وبمناسبة إيه مولد النبي بقى، سبحة يا رب يخليك. ازاي دي معمولة كده؟ بتنور من تحت. لا بجد؟ مجسمة. ده انا وشي جوه جوهر. يلحق بص. ايه ده، أول مرة أشوف حاجة كده. يا رب تعجبك يا شريف. جدا. لا بس دي جديدة خالص. أنت معمولة في مصر هنا؟ في مصر، إحنا عندنا في مصر كل حاجة حلوة. هو إزاي وشي ده وش مجسم يعني 3D؟ ده من ورا ومن قدام ببقى شايف نفسي. لا بصوا لايقه على القميص قوي. بص كده، انتوا شايفين وشي اهو اهو، وهي لو قلبتها كده نفس الوش. وبعدين هنا البروفيل، بس اللي عملها بقى عملي مناخيري في البروفيل حلوه. انا مناخيري في الحقيقه مش حلوه. لا ازاي بقى؟ لا ده بتوصي بيا، عامل مناخيري حلوه قوي. لا ازاي ده صورتك برضه يا شريف. ربنا حلوه بشكل. ميرسي. وهنا سبحه. سبحه انا عندي سبحه زرقاء يعني بتفائل بيها جدا، فعملت لك سبحه زرقاء برضه. ده صوره ثانيه غير الصوره اللي هنا. برضه ناحيه. بصوا واشكري لي الفنان اللي عملها. ميرسي. برافو عليه بصراحه. هدايا مقبوله. فرحتيني. مبروك عليك. ميرسي. استني تستاهل اكتر والله. استني بقى نحطها هنا اهو كده اهو. اهي اهي وننورها. استنى. طيب. وبعدين نحط السفحه كده اهي. ميرسي. حلوه قوي قوي قوي. اشكرك. مبروك عليك. ميرسي. الله يبارك فيك. طيب طبعا انا شايف الكولكشن اللي شفناها في البدايه الوان مختلفه. بالظبط. النبيتي المحمر والاخضر فظاع. هو القطيفه لازم الوان. يعني رويل. القطيفه رويال. وانتي مستخدمه القطيفه بسخاء في الزي. بالظبط. يعني كميه قماشه كتير. اول ناس عملوا الفراشه في الشتوي، يعني دايما كنا بنعمل الفراشه في الصيفي. انا بدات يعني كانت فكره جوزي بصراحه، يعني كنت مستغربه انها تكون فراشه يعني مليانه. الفراشه اللي هي مفتوحه، العبايات المفتوحه. وبعد كده لقيتها شيك جدا، وعرفنا بقى نوظفها على التطريزات المختلفه، تطريز بالكوردون، تطريز استرس. يعني انا عندي كذا مكان تطريز بكل الانواع التطريز اللي موجوده. برافو عليك. الحمد لله. طيب احنا هستاذنك ناخد فاصل. تمام. ونرجع نكمل. تمام. كلامنا معاكي ونشوف بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت.
لا 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 مش معقولة جمال العبايات كلهم أحلى من بعض. الواحد سعيد وفخور بالصناعة المصرية. أنا طبعاً برضو لابس مصري نظارة مصري ما شاء الله، ويعني حاجتك حلوة قوي. ميرسي يا شريف، بتشهد عتاز. بس خليني مرة تانية نرحب بأستاذة رشا عبد الوهاب مصممة الأزياء، وفيسبوك والإنستجرام الخاص بيها هينزل على الشاشة. وخلونا نقول إن فعلا الواحد بقى فخور بالصناعة المصرية. الأسبوع اللي فات رحت معرض تراثنا، أنا انبهرت والله. احنا كلنا بنفرح. لا للأسف، لا لا فاتك نص عمرك. 1600 عارض ما شاء الله. ال 1600 أحلى من بعض. لا هو السنة اللي فاتت كانوا 500، كل حاجة السنة كانوا 500، ب 1600 بدل القاعة بقوا قاعتين. أنا رحت بقيت فخور. طبعا لازم نفتخر. طبعا طبعا طبعا. يعني الواحد يتمنى ان هو يشتغل في كل المجالات. يعني احنا عندنا ناس شاطره جدا في النحاس، ناس شاطره في يعني في الخشب، في كل حاجه. ايه الطفره دي ليه؟ الطفره دي بسبب ان انت بقالك من 2012 في الاداء التحكمي، اخر خمس سنين حصل طفره في الصناعه المصريه. الكواليتي، الجوده بقت عاليه. لان دلوقتي الناس بقت بتشوفنا بره اكتر. يعني احنا زمان كنا بنعتمد على المعارض، يعني ان احنا لازم نسافر بره علشان خاطر الناس تشوف شغلنا. لكن دلوقتي النت مفتوح والناس شايفه كل حاجه، فكله بيبرز الفن اللي عنده. يعني وبالذات القعده الناس قعدتها شويه، فافتكروا ان هم كل واحد يطلع موهبه، يعني حب ان هو يشتغل في حاجه. فبالعكس دي فادتنا كتير، واشتغلنا في حاجات في مجالات كتير. يعني صحيح، يعني الصناعه المصريه تحيا مصر بجد. الحمد لله على الطفره اللي حاصله في الصناعه المصريه. الواحد بقى فخور ومبسوط ان كل حاجه حوالينا بقت صناعه مصريه. انا الشعار بتاعي بكل فخر صنع في مصر، والحمد لله. كل يعني فخر صنع في مصر. والريفيوهات بقى اللي بتجيني بتخليني افتخر اصلا ان انا مصريه. يعني الحاجات اللي من بره في فلسطين والعراق، والناس اللي من بره يبعتوا لي ريفيوهات، ببقى مبسوطه جدا. أكيد ان هم الحاجه أكيد فخورين ان هم لابسين مصري. ننزل الفيسبوك والانستجرام الانستجرام مره ثانيه. هو اسم البراند كادينا رشا. كادينا رشا. كادينا كادينا رشا. فاكرين كادينا يعني ايه؟ هو اسم اخترعته كده، ملوش اسم. بس هو حلو بصراحه. مرسي. ملفت. كادينا رشا فيسبوك وانستجرام، خشوا اعرفوا العبايات اسعارها ايه، مقاساتها ايه، ممكن توصل لاي مكان في العالم زي ما انتم عايزين. وخلونا نشوف اخر جزء من الفاشن شو. يلا بينا مزيكا. Thank you.
استاذه رشا عبد الوهاب مصممه مصنعه، وهي عامله الحاجه في البدايه وانا بقدمها بقول هي عامله المعادله الصعبه، العبايه الفضفاضه اللي شكلها حلو وشرقي عمليه، وجات لي صدمه من الاسعار. يعني انا اتصدمت لان انا ما كنتش متخيل ان الاسعار كده. فانا هطلب من ايرا، تعالي اقف يا ايرا معلش. انا عمري نادرا ان انا اقول اسعار الحاجات في البرنامج. دي بتتباع قطاعي بكام؟ 500. دي ب 500 جنيه. العباية دي ب 500 جنيه. اوكي؟ فطبعا الاسعار شغل يدوي يا شريف، شغل يدوي. ثانك يو. حلوة قوي قوي قوي. والسودا بكام؟ السودا ب 450. انا مع عمري الطرحه بتاعتها بالطرحه بكام؟ بالطرحه بكام؟ هي ب 450 بالطرحه. طبعا دي اسعار تنافسيه، اسعار تصدير. الحمد لله عشان يبقى لينا اسم يعني وبكره. انت قلتي في حاجات ب 300؟ بس مش جايباهم معايا. في دول؟ في 300 بدايه من 320 بشتغل. ده قطاعي ولا جمله؟ لا ده قطاعي. امال الجمله من 320 ايه؟ اقصى عبايه عندي 550. شايف اقول لك ايه؟ شكرا يا شريف. يبقى صناعه مصريه بجوده عاليه بسعر مش هقول مناسب، بسعر رخيص. انا كنت فاكر الحاجات دي يعني العبايه اللي طلعتها لكم الاول اللي ايرا لابساها قلت مثلا هتقولي 2500، فلقيتها بتقولي 450. دي فيها كم متر قماش؟ فيها حوالي 4 متر. يعني مش ممكن 4 متر قماش وتطريز كردون وكردون. ما شاء الله الحمد لله. هي دي بقى الناس الصح، دي البيزنس وومن الصح اللي عارفه تعمل تجاره وصناعه وجوده عاليه وسعر مش هقول مناسب، سعر رخيص، عشان تقدر تخلي ورشتها مصنع والمصنع ينتج كميات ضخمه عشان تقدر تصدر وتجيب عمله صعبه لبلدنا. ألف سلام وتحية ليكي، بحييكي تحية خاصة جدا على جودة المنتجات وأسعار المنتجات والصناعة المصرية. وأنت قلتي حاجتك صناعة مصرية بكل فخر، صناعة مصر. أنا فخور بيكي. ميرسي يا شيخ، نورتيني وشرفتيني. كل سنة طيبة. كان معانا النهارده أستاذة رشا عبد الوهاب مصممة الأزياء، وشايفين كادينا البراند نيم الخاص بيها عاملة شغل مبهر. يا رب تكون اتبسطت عندنا النهارده في 4 شارع شريف. كل سنه وحضراتكم طيبين، نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم، باي باي.